طيب ايه تاني عندنا عاوزين نتكلم فيه؟ مش شاب طه منصور، يعني مش عارف اقول لكم ايه، راجل عظيم والله العظيم، راجل عظيم. مرتضى منصور يطرد رئيس شركة الاهلي. تتولى تاني، مرتضى منصور يطرد رئيس شركة الاهلي. ليه؟ ازاي طرده؟ جه يزوره يعني في المكتب بتاعه في نادي الزمالك قام طرده؟ لا. مرتضى منصور حبس محامي الخطيب، ومرتضى منصور دلوقتي بيطرد رئيس شركة الكورة في الاهلي. يا جبروتك يا مرتضى يا منصور، ايه القصة وايه الحكاية وايه الرواية؟ رئيس شركة الكورة في النادي الاهلي كان مؤجر لشركته الخاصة، احدى شركات السيارات، كان مؤجر 12 محل في سور نادي الزمالك، وكان عامل عقد ايجار مع ممدوح عباس واللجان السابقة، كان عامل عقد المحل الواحد بيتأجر بكام في بكام؟ بألف جنيه في السنة. يعني تخيل كده، تدفع 1000 جنيه في السنة، يعني حوالي 80 جنيه في الشهر أعتقد، يعني يا بلاش أخد محل على سور جامعة الدول العربية ب80 جنيه في الشهر، والله مشروع كويس، إيه رأيكم نعمله؟ نروح نجيب كده محل في سور نادي الزمالك ب80 جنيه في الشهر، ونعمل مشروع كتاكيت، نجيب الكتكوت يكبر يبقى فرخة بيض يبقى كتكوت، وهلم جرة ونقعد في الدوامة دي، ايه رأيكم؟ المستشار مرتضى منصور طبعا انت عارفين، ورجل قضاء من ورجل قانون من الدرجة الاولى. يعني المستشار مرتضى منصور رفع قضية على ياسين منصور وكسبها، و يعني اخذ عليه حكم بالطرد من سور نادي الزمالك. والفرع بتاع ياسين منصور ده من اهم الفروع لشركاته. ما تقوليش ان جامعة الدول العربية ده مكان اي كلام للتجارة، وان يكون في محلات وبراندات كبيرة. ده مهندسين جامعة الدول العربية يابا، انا راجل كنت بعمل اعلانات، وعارف لما كنت بحط الاعلان في الشارع في جامعة الدول العربية كان بيبقى بكام؟ كان بيبقى بكام؟ فالمستشار اخذ حكم بالطرد، وبيطرد الشركة بتاعت ياسين منصور، وبيعرض ال 12 محل للإيجار في السنة ب 180 مليون جنيه، من 1000 جنيه ل 180 مليون جنيه في السنة. المحلات دي ال 12 المحل كان ب 1000 جنيه في السنة، يعني ب 12000 جنيه ل 12 محل. ده بقى في السنة بدل 12000 جنيه مرتضى منصور هيبقى ب 180 مليون جنيه. شفت رئيسنا دي ولا ما شفتش؟ يعني بكام في الشهر؟ بدل 80 جنيه في الشهر المحل الواحد بمليون وربع. أنا قعدت عملت إحصائية كده، مليون وربع من 80 جنيه. ده مش إهدار مال عام، ده تدمير مال عام. ده القضاء على مال عام. اقسم بالله العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، في كل من كان يدير نادي الزمالك الفترة بتاعت العشرية السوداء والقرف اللي احنا خدناه من العشرية السوداء. بما اننا بنتكلم مع المستشار مرتضى منصور، فهقول لكم مفاجأة. مفاجأة، وسجل عليا الكلام ده. المستشار مرتضى منصور هيتعرض الفترة اللي جاية بالمساومة على محمود كهربا. اتنازل عن غرامة كهربا، نتنازل عن القضية. مش هتتنازل عن غرامة كهربا، يبقى احنا مكملين في القضية. مش عشان مرتضى منصور، انتوا طبعا عارفين رده هيكون ايه، وكلنا شفناه امبارح على قناة نادي الزمالك، وهحاول اسيب لكم في نهاية الفيديو، اسيب لكم اهم الاجزاء اللي اتكلم فيها المستشار مرتضى منصور، هحاول اسيبها لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو. ولكن مرتضى منصور اتكلم، يعني هتسمعوا كمان شويه، اتكلم ازاي على محمود الخطيب وعلى الاهلي، وقال له دي بدايه الحرب عليكم، وانا مش هسيبكم، وانا مش هرحمكم. ده واحد يدخل مساومه
ده واحد يدخل مساومة بذمتك ودينك، ده واحد يدخل مساومة مش مرتضى منصور. اللي يدخل مساومة مرتضى منصور أكرم له أنه يتحبس ولا أنه يتنازل عن 50 مليون جنيه من مستحقات نادي الزمالك؟ مش هيحصل. وبقول للأهلي ومسؤولين الأهلي اللي في خيلكم اركبوه وبعتوا الغرامة بس بسرعة عشان عاوزين ندي اللعيبة مكافأة الدوري، لأننا وعدينهم مش هتاخدوا مكافأة الدوري ألا من فلوس أبو الكهارب الهارب. فمرتضى منصور مش هيتساوم على موضوع كهربا، انسم ان مرتضى منصور يدخل في مساومة على موضوع كهربا، لا هو هيقبل ولا أعضاء الجمعية العمومية هيقبلوا ولا مجلس الإدارة هيقبل ولا جمهور الزمالك اللي بالملايين هيقبل المساومة على غرامة أبو الكهارب الإيه؟ الهارب. أمير مرتضى منصور خلاص أنهى صفقتين أجانب. الزمالك ليه 3 اماكن اجانب، لان انت عندك الجزيري والمسلوسي مكملين السنه الجايه خلاص، فانت عاوز 3 صفقات اجانب. امير مرتضى خلص 2 ومنهم صفقه خلصت كانت في الدرج مع المستشار مرتضى منصور من 3 4 ايام، وصفقه تاني امير سافر احدى الدول الاوروبيه بصحبه محمد زيدان اللي هو داخل زي ما تقول كده وسيط في الصفقة دي. محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق ولاعب بروسيا دورتموند السابق، وسافر مع امير مرتضى عشان ينهوا الصفقة دي ويحصلوا على توقيع اللاعب. لعيب مهم جدا. هو مين حتى الان؟ في عندي 2-3 لعيبة، ولكن مادام انا معرفش مش هقول، ولكن هو واحد من 2-3 لعيبة تقالوا لي، ولكن خلوني اقول لكم اللي انا مش عارف المعلومة الصحيحة احسن ما نقعد نجتهد ونقول معلومه غير حقيقيه. فالزمالك خلص صفقتين اجانب، ناقص له صفقه ثالثه. الزمالك بيعكرت كده فيها الفتره اللي جايه، وممكن يخلص الصفقه الثالثه الاجنبيه خلال الفتره القادمه. طيب ايه تاني عندنا عاوزين نتكلم عليه؟ تعالوا بقى ندخل على التقيل، تعالوا ندخل على الكلام اللي بفلوس. طبعا قلت لكم ان امير مرتضى دلوقتي في احد الدول الاوروبيه بيخلص صفقه اجنبيه لنادي الزمالك. بالمناسبه مش شرط الصفقه ما دام اجنبيه انها تكون اوروبيه، لا ممكن يكون لعيب افريقي بيلعب في الدوري الاوروبي يعني، ولكن هو لعيب اجنبي مش مصري يعني.